ازيكم؟ ان شاء الله كويسين وطيبين وسالمين في كل مكان. شوق الريد حلقه جديده ولسه نحن في حضره الراحل المقيم الشاعر الكبير سرقدور والراحل المقيم العبقري ابراهيم الكاشف. والصوره الشعريه عند المسرحي والشاعر سرقدور هي ما اضافه يلجا لها الشاعر عشان يجمل شعره بالمناسبه. هي لب العمل الشعري. وده الشعر دائما يجب ان نتسم بالرقه والصدق والجمال. والحاجات دي تعد عنصر من عناصر الابداع في الشعر. وجزء من الموقف اللي يمر به الشاعر خلال تجاربه الحياتيه بشكل عام. واستطاع الشاعر الكبير سرقدور من خلال استخدامه للصور الشعريه تحديدا انه يخرج عن المالوف. وبلا شك كما قيل ان اللغه لا تعكس غير المفهوم، لكن الشعر يحتاج الى رؤيه. ولا شك في انه الصوره الشعريه وظيفتها واهميتها في العمليه الشعريه من الاهميه بمكان. وده ما يوضح ذلك وما يوضح الكلام ده زي ما قال رفع قلبي بجناح النسايم وراح وشافك شاف جمالك وانت نايم شافك لقاك اجمل ملاك ورده ربيع غطاك نداك يا ورد احلى من الزهور مالو القمر حلوه خلاه الظهور. صور شعريه مكدسه تحس بها في هذا النص. قمر وزهور كله موجود. تكاد ان ترى القصيده وترى النص بعيونك قبل ان تسمعه. الجانب الاخر من الاغنيه دي هو انه ابراهيم الكاشف طرق منهج جديد في التلحين، اعتمد فيه اساليب متطوره وقعات تهتم بتفاصيل النغمات المحلية، ووضع نصب عينيه مسألة هامة جدا في أن تعبر الموسيقى عن الموضوع والمحتوى الكلامي بحيث أنطق بأفضل شعور. يمكن أن يتولد عند سماع الجمل والكلمات ومرات تتحرر من أجل ذلك من كل قيود. أنا أقصد القصيدة. الماضي في أغنية الحقيبة كانت تغنى في قوالب دائرية أو اللي بيسموه اللحن الدائري، وده لأول مرة يكون في مدرسة جديدة تعبيرية في الموسيقى. كانت هو عرابة الراحل المقيم العبقري إبراهيم الكاشف. في أغنية المهرجان تحديدا أول شيء تخلص العبقري إبراهيم الكاشف من كثير من الطقوس الموسيقيه اللي صاحبت الغنى في عصره يعني، وانتقل الى اسلوب الدخول مباشره في الموضوع. واختار ابراهيم الكاشف اكثر واسرع واسهل الطرق للوصول الى قلب المستمع وذهنه. وما في شك طبعا انه ده يتطلب براعه كبيره وموهبه فطريه غير طبيعيه، خاصه لزول لم يعني تمكنت موهبته الاساسيه في انه ما يحتاج لدراسه موسيقى، بل هي الفطره. وده مكنته من الوصول للناس بتلقائيه اللحن، تحس بانه اللحن زي ما بيقولوا الخواجات اوريجينال، يعني لحن عفوي اصيل وتلقائي. عشان كده وصل سريع جدا، وده واضح جدا في الجو بتاع النص ده وجو هذه الاغنيه. كانت مكثفه تكثيف عالي جدا في الصوره. ده عبقرينا فنان الكبير ابراهيم الكاشف، ده عبقرينا وشاعرنا الكبير سرقدور. ارحب مره اخرى في الحلقه دي استاذنا سراج الدين مصطفى الباحث والكاتب الصحفي. اهلا بك من جديد في حلقه جديده. مرحبا بك محمد، وسعيدين نتواصل بالنقاش والحوار حول تجربه الفنان المؤسس للغه السودانيه بشكل الحديث ابراهيم الكاشف، اللي قدر ما تكلمنا عنه يمكن ما بنقدر نوفيه حقه وما بنقدر نوفيه قدره ومقامه. وجميل ما قدمه للشعب السوداني اللي افتكر هو اتربى على اغنيات ابراهيم الكاشف حتى يوصل ابراهيم الكاشف عنده بقى واحده من المسلمات.
واحدة من الإهرامات ما قابلة إنها الناس حتى تهبشها. الشعب السوداني يمكن في عمومياته يدين بفضل وبولاء كبير جدا لتجربة إبراهيم الكاشف. صحيح. عماد كيف أحوالك؟ والله الحمد لله إن شاء الله أنت كويس يا أخ. الحمد لله رب العالمين. حلقة جديدة الليلة لأغنية كبيرة حنقدمها هذه الحلقة، إذا عندك تعليق على هذه الأغنية وعلى لحنها. والله يا أخي أنا أقل يعني زي ما بقولوا قام من إنه أتحدث عن أغنية لإبراهيم الكاشف، لكن الشد دار أقوله إنه المهرجان من الأغاني المشاهدة، يعني أنت بتشاهدها قبل ما تسمع عليها بتشوفها. نعم. لأنه هي عبارة عن لوحة، يعني سير قدور كتب ولحن الكاشف، فعملوا مزج كده وشكلت لنا لوحة زي اللوحة اللي قدامنا دي، فنحن بنشاهدها وبعد ذاك حتى نسمع لها. دي من الأغاني يعني ذات الطابع كذا تشاهده حتى تسمعه وتشوفه. نعم. طيب أستاذ سراج، الأغنية اسمها المهرجان، الغريب في الموضوع كلمة مهرجان ما وردت في النص على الإطلاق. في يمكن محمد في غنى كثير من من الأغنيات السودانية الاسم الأغنية ما ورد في النص، في جسد النص الغنائي. يعني احنا لو سألنا من أغنية ذات الفراق ما جات، يعني التعبير ده او المضمون ده ما ورد في النص بتاع اغنيه يا فتاتي طيب عبد الله للطيب عبد الله، ونماذج كثيره هي المقصود منها الرمزيه لفكره الاغنيه، ويمكن دي ذاتها خلينا نقول قدره على الشوف البعيد وقدره على انه تشرك المستمع او المشاهد معك ويبقى جزء من النص وجزء من الحوار في النص وجزء من فكرة النص. وزي ما إبراهيم الكاشف ما قاعد يعمل في أغنياته إنه بيكون فيها جزء كبير جدا للمتلقي المغني. يعني إبراهيم الكاشف لما يكون بيغني بتلقى في جسد النص اللحني في جزئية بتحس إنك كمتلقي بالضرورة تغني في الجزئية دي. بالمناسبة هنا والإحساس تلقائي جدا، ابراهيم الكاشف بيقدر يسوقك غصرا واجبارا. صحيح. لانك تغني معاه وبتلغي. انا افتكر دي قمه النجاح، انه انت تغني او تسمع الاغنيه وتبقى جزء من تكوينك وجزء من وجدانك، وحتى لو سمعتها في الوهله الاولى تحسبها قاعده في 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 دواخلك. وده ذات ما يعني عمله الكاشف في معظم الحانه اللي ده السبب الاساسي اللي افتكر ان خلاه الى الان تظل موجوده، وإلى سنين أبعد وسنين جايات حيقعدوا ناس نفسي قعدتنا دي يا محمد بعد مئات السنين أجيال جديدة حتحس لسه إنها محتاجة تقرأ في تجربة إبراهيم الكاشف. الدليل على كلامك دي إنها سهلة الحفظ، يعني أنت ممكن من 3 مرات إذا سمعتها بتحفظها مباشرة، يعني صحيح؟ نعم نعم. حفظتها في كم أنت يا عماد؟ والله يا اخي طبعا هو غنى الكاشف ده ومجمل الغنى بتاع الرواد ده اصلا في مخزون يعني. فلما انت تجي تقوم تغني هناك بتاع الشغلانه بتكون بالنسبه لك سهله. نعم. حفظها سهل يعني ما لسهوله الكلمه طبعا. نعم. هي طبيعه الحال. طيب نقول المهرجان. المهرجان. تمام. شو قريب Thank you.
العافيه. شكرا للفرقه الموسيقيه. المود بتاع الاغنيه عجيب كان. بجد والله لان دي اغنيه مود استمتعتوا خالص. ساكسفون شكرا. يديك العافيه يا رب. بتتغنى لحد الليله يا سراج الاغنيه دي في الحفلات في العدادات بشكل عام، وهي ستينات خمسينات القرن الماضي يعني. شنو السبب في رايك؟ لانه يا محمد أغنية كاملت فيها كل العناصر الإبداعية، نص جيد، نعم، محلق بأجنحة بعيدة، نعم، نص لحني قدر يصور الكلمات، التتويج كله كان في صوت إبراهيم الكاشف وأداءه البديع للأغنية، والجمال المتلاحق برضه لنثر عماد الكاشف. عشان كده الاغنيه محتفظه بجمالها وباسرارها. نعم. وحتبوح بها لمستقبل غادي. نعم. قال لي انت السحاب حجبك كثير وانا في الارض. هاي يعني يا روحي حارقني الهجير. يا روحي حارقني الهجير. انا اتخيل لي ما في يعني دي يعني رومانسيه يعني اكثر دي دي واحده من ابداعات او خلينا قدر شنو الدراما قدرت الحس الدرامي صحيح قدر يساعد السيركادور في قدرته على التصوير. نعم. والتصوير ده بيديك اجنحه صحيح، انت بتحلق بعيد بتكتب معاني الناس قد تشوفها قريبه تخيل او ممكن تتخيل انك ممكن تكتب زيها لكن. وده قمه السهل الممتنع. نعم. شكرا سراج. شكرا لك. شكرا عماد. شكرا لك. تسلموا يا رب. الله يعطيك العافيه. حسن المتابعه. شكرا لكم انتم.
في كل مكان. الناس تتابعونا بكرة لقاء جديد. الشوق والريد ما تمشوا بعيد ووعدونا بالحضور. خلوا بالكم من روحكم وبالله المشاكل. السلام عليكم. لمستي.